المورد الآخر السابع في عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر قال عبد المحسن العباد البدر. ماذا قال؟ قال الرابع ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي وحكاية كلامهم في ذلك. بعض العبارات تكون مكررة عندنا ذكرناها سابقا. من الذين حكوا على أحاديث المهدي بأنها متواترة الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجري أو السجزي السجزي أو السجزي صاحب كتاب ناقب الشافعي المتوفي سنة 63 من الهجرة، ومنهم محمد البرزنشي المتوفي سنة 1103 في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة. قال الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي أيضا كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها، وعلم أنها حديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر إلى أن قال ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة إلى أن قال تنبيه قد علمت أن حديث وجود المهدي وخروجها آخر الزمان وأنه من عتة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة بلغت حتى التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها، وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملأ الظلمة. ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني المتوفي سنة 88 بعد 100 في كتابه لوامع الأنوار البهية، ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني. لا زال الكلام في عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد المحسن قناء العباد. يقول ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلف نيل الأوطار، قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، قال والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها متواترة بلا شك ولا شبهة، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا، فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة. يقول ومنهم الشيخ صديق حسن القنوشي أو القنوشي أو القنوشي قال في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي كتاب الإذاعة لما كان ويكون كتابه في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. يقول والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام المعاجم والمسانيد، إلى أن قال لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه إلا الخط التكفيري إلا الخط المارق إلا الخط المبغض للنبي وآل بيت النبي إلا من لا يعتد بخلافه، إلى أن قال فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر. إنكار المهدي جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر. ثبتوا هذه حتى لا يحصل تراجع عن هذا الكلام. إنكار ذلك جرأة عظيمة من أي إنسان صدرت، من أي إنكار كان من أي شخص إنكر، فهذا الإنكار هو جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر، وسنعرف من إنكر. يقول وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، قال في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وقد ذكر أن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قال والحاصل أن حديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. في عقيدة هذا كل ما ذكرناه في عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد المحسن العباد.